اشتهرت مصر على مدى تاريخها بالزراعة، فكان المصري القديم أول من استطاع أن يستخرج خيرات أرض وادي النيل، ومع زيادة السكان وتراجع الرقعة الزراعية كان لابد من البحث عن بدائل لتوفير غذاء للمصريين. ومن هنا تأتي أهمية المشروعات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية التي يجري تنفيذها في العديد من ربوع مصر. فهناك المشروعات الطموحة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع إنشاء 100,000 صوبة زراعية إضافة إلى مشروع البتلو وغيرها من المشروعات، وكلها تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر وبناء مستقبل أخضر لملايين المصريين. لذلك كانت التنمية الزراعية في مقدمة المشروعات القومية الكبرى، والتي يحرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يمنحها الأولوية في مشروعه الوطني لبناء مصر المستقبل. في خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الزراعية، أطلق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفرافرة يوم 30 من شهر ديسمبر من العام 2015 إشارة البدء في مشروع 1.5 مليون فدان، باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة والتي تولي الدولة له أهمية خاصة. يستهدف المشروع إنشاء ريف مصري جديد وعصري تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة تقدر 20%، وتوسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، مما يسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6 إلى 10%، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد. عودة لحضراتكم مرة أخرى. مصر بالأساس دولة زراعية قامت على ضفاف النيل أقدم حضارة، لكن إحنا ظلينا منحصرين في 7% من مساحة مصر عايشين فيها وزرعينها وبناكل وبنشرب منها، وسايبين معظم مساحة مصر صحراء تقريبا غير مزروعة، وعدد السكان اللي فيها قليل جدا. إحنا الآن بنستهدف تغيير هذا الوجه الجغرافي والديموغرافي في مصر، وإن إحنا ننقل جماعات من السكان إلى أماكن أخرى، نحدث تنمية في الأماكن الخالية من السكان، وده أمن استراتيجي لمصر. كلنا شفنا قد إيه إنه لو ملينا سيناء بالسكان كان الموضوع اتغير تماما. إيه الخطط اللي إحنا بنستهدفها دلوقتي، وإزاي ممكن ننهض بالزراعة المصرية علشان نعمر مصر كلها وعلشان نحد من فاتورة الاستيراد من الخارج ونعمل على سد الفجوة الغذائية؟ ده محور حديثنا مع ضيفنا مهندس عز الدين جودة، عضو المجلس الأعلى لتصدير الحاصلات الزراعية والحقلية. أهلا بحضرتك. أهلا. يعني في عودة للاهتمام بالزراعة مرة أخرى، تمثل طبعا في تعيين 3 من نواب الوزير في الوزارة، كل واحد فيهم له ملف خاص بي يعني يتابعه، بالإضافة إلى الحديث عن مشروعات زي 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات الأخرى الخاصة بالزراعة. تمام. أولا نتكلم يا فندم عن يعني تغيير وجه الكتلة السكانية دي والزراعة اللي محبوسة في 7% من مساحة مصر، في حين تقريبا المساحة الأخرى كلها فاضية. هل الاستراتيجية الزراعية 2030 بتعمل على يعني إخلال الوضع ده وتحويله لوضع أفضل؟ تمام. هو أنا ببدأ الأول الاهتمام بالزراعة زي ما حضرتك قلتي. الزراعة بتمثل 13% من الدخل القومي لمصر، ولكن مش ده المهم. المهم فيها انه 37% شغال مباشر، 17% غير مباشر، يعني 50% من الشعب بيستفاد من ال 13% دولت، وديت اهميه الزراعه. اذا كل شيء بتزيده الزراعه، وكل فدان بيزيد في الزراعه، وكل مصنع بيزيد في الزراعه، او كل شركه تصدير بتزيد للزراعه، بتنعكس على 50% من الشعب المصري. وده المهم. ليه بنقول الزراعه؟
حضرتك زي ما قلتي ازاي نزرع وازاي ننقل الناس. رقم واحد البنية الاساسية، وديت من الحسنات الكبيرة جدا في الكام يوم اللي عدوا او في الكام شهر اللي عدوا. الطرق اللي اتعملت، محور مثلا حضرتك زي بتاع الضبعة ده ان شاء رب العالمين ده هيبقى اكتر من الصحراوي اللي احنا بنشوفه زرع من ناحيتين دلوقتي، وخاصة انه معمول باستراتيجية جديدة كويسة انه الارض عليه ايجار، فما فيش حد هيسجع ارض، لانه اللي بياخد ارض بيأجرها بيدفع ايجار سنوي، يبقى لازم هيزرع اللي واخد كله معظمه شركات زراعية. فده حضرتك انا بعتقد سنة اتنين هتلاقي الدنيا متغيرة على هذا الطريق خلاص، لانه ما فيش تنمية وما فيش زراعة بدون بنية اساسية. اذا ما كانش في طرق كويسة توصل الواحد بسرعة للمكان اللي رايحه مش هيبقى فيه تنمية. تاني حاجة برضو انا بعتقد من ضمن الحسنات الكبيرة الكهرباء، لان الاراضي اللي هناك دي لو هتشتغل على السرار وكلام زي كده دي كارثه كبيره، لكن هم وصلوا لها كهرباء وبيمدوا لها كهرباء، والكهرباء فعلا اتحسنت. فاحنا عندنا حسنتين كبار في مصر جدا انا بعتبرهم الطرق والكهرباء. طيب المحور مثلا اللي طالع حضرتك جاي برضو رايح لمدينه السادات، ده بيعمل نقله كبيره جدا جدا جدا، يعني ربط المنطقه بتاع الاسماعيليه بوسط الدلتا بالمنطقه بتاع الصحراء ومن الناحيه الثانيه اللي طالع على اسكندريه. ده اختصر المسافات بشكل رهيب 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 جدا، يعني ما شاء الله الطرق دي اللي انفتحت في الكام شهر اللي عدوا دول انا بعتقد هتعمل نقله كبيره جدا. زي ما الصحراء وعمر، تخيل حضرتك الطريق بتاع الضبعه ده لو معمول من 20 سنه مثلا او من 25 سنه كان زمان النهارده بنعمل واحد غيره واحد غيره، كان نجي لنا كل ده للصحراء. وبالتالي كل مشروعات البنية الأساسية دي استفدنا أو هنستفيد بيها في إيجاد مجتمعات جديدة طبعاً. زراعية صناعية سكانية بقى الناس تعيش فيها وتنمي المكان. أي طريق بيعمر حواليه، صحيح، يعني أي طريق بتشجع حضرتك في الصحراء بيعمر حواليه. طيب احنا طبعا من الحاجات الجديده اللي انتهجها برضو السيد الرئيس ايمانه فكره الصوب الزراعيه والعمل على ايجاد 100,000 صوبه زراعيه للشباب، فده ايجاد فرص عمل وفي نفس الوقت تطوير في طريقه الزراعه من اجل محاصيل افضل واكتر. فنتكلم عن هذا المشروع اهميته بالنسبه لنا كمصريين. ده بقى حضرتك المهم خلاص 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 في القصه، يعني كويس ان حضرتك فتحتيه. احنا في مصر المفروض الزراعة تبقى رأسية وليست أفقية، لأن احنا ميتنا محدود، حتى لو مفيش سد النهضة خالص فاحنا فقراء مائيا، تصنيفنا في العالم ان احنا فقراء مائيا، فلازم نستخدم المية بحرص شديد جدا. الصوبة الزراعية حضرتك الفدان ممكن ينتج قد 7-8 فدادين واكثر من 10 فدادين وياخد مية قد ربع فدان، يبقى انا بربع فدان بنتج حضرتك قد 10 فدادين، ده مهم جدا جدا. وبعدين ده المستقبل، يعني مثل بسيط، هولندا 1/20 من مساحة مصر، تاني صادرات زراعية على مستوى العالم. طيب ليه؟ عشان عندها مثلا مثال فدان الطماطم بيجيب 300 طن صالح للتصدير لأوروبا، احنا ما بنعرفش نطلع باستثناء شوية شري طماطم صالحة لأوروبا. فنأمل ان الصوب الزراعية ثم الصوب الزراعية ثم الصوب الزراعية. كمان احنا فينا ميزة، احنا ممكن نبقى مزرعة أوروبا وروسيا في الشتاء، لان جونا الى حد كبير كويس، هو هناك عشان يعمل صوبه زراعيه بيسخن، احنا عندنا مش محتاجين تسخين لانه الشمس يكفي ان يكون في صوبه زراعيه فبتسخن لوحدها. زائد ان احنا عندنا ميزه نسبيه في النقل، الميزه النسبيه في المكان في مصر ليس لها مثال في العالم، بيننا وبين روسيا اللي هو اكبر سوق ممكن يستوعب مننا صادرات زراعيه في الشتاء 5-6 بالمراكب، اوروبا من 2-8، زائد ان النوالين عندنا رخيصه، يعني احنا لو جسنا بلد زي الاردن عشان تودي روسيا حضرتك الكونتينر ممكن يكلف 10,000 دولار، احنا عندنا بيصرف 1500 دولار، فما فيش نسبه بيننا وبين اي دوله في العالم. ميزه نسبيه ربنا حبانا بها ليست موجوده في العالم، ميزه نسبيه في المكان، ميزه نسبيه في الجو، ميزه نسبيه في العماله، المفروض نعتبرها ان هي ميزه نسبيه وليست كارثه بالنسبه لنا، المفروض تعتبر ميزه نسبيه. ففعلا الصوب الزراعيه هم شغالين فيها كويس، بس نتمنى ان تزيد عن كده تبقى، لان احنا نستوعب اضعاف 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 هذا الرقم، ودي تعمل دخل قومي محترم وفي نفس الوقت بتشغل عماله كتير. لكن حضرتك لكن هي بدات على ارض الواقع، هي بدأت بالفعل تسليم كتير من الصوب الزراعيه للخريجين الجدد اللي لهم علاقه بالزراعه برضو علشان يشتغلوا في مجالهم. لكن بما ان حضرتك يعني عضو المجلس الاعلى لتصدير الحصلات الزراعيه والحقليه، بيهمنا هنا نتعرف على الصادرات المصريه للخارج وبتمثل قد ايه من حجم الصادرات المصريه، هل هي في موقع متقدم ولا لا مقارنه بدول اللي حوالينا، احنا موقعنا فين من التصدير الزراعي؟ هو حضرتك في سلع عندنا كان زمان يقولوا القطن والذهب الابيض وكلام زي كده، صحيح القطن يمكن اتحسن السنه دي شويه، ولكن
الحاجه اللي اتبهدلت لمده 20 30 سنه ما تتصلحش في سنه ولا في اثنين. صحيح. الهدد دايما سهل. اللي بنهده في سنه ممكن نعمله في خمسه، طب اللي تهد في 20 سنه يتصلح في قد ايه؟ فالقصه النهارده مش قصه القط، الرز طبعا بيستهلك محلي خلاص، القمح ما بنكفيش نفسنا منه، ولكن سلعه زي الموالح ده بقت فيها طفره كبيره جدا جدا، يعني من 10 15 20 سنه حضرتك كانت الصادرات 10% من اللي بتصدر النهارده. يعني احنا ثالث حضرتك دوله على مستوى العالم بنصدر موالح. ان قلنا في الاول اسبانيا، بعدها جنوب افريقيا، ثالث دوله في العالم تعتبر مصر في تصدير الموالح. عندنا البطاطس، عندنا البصل، عندنا حضرتك ابتدينا نخش في بعض برضو الحاجات اللي لها بقى قيمه اكبر شويه، زي العنب وزي الفراوله على فكره، والكلام ده قيمته عدده بسيط او اطنانه بسيطه بس القيمه بتاعته عاليه. بس اللي بنامل فيه كمان بزياده التصنيع الزراعي، يبقى ده بيضيف قيمه مضافه تانية خالص للمنتج الزراعي. يعني بدل ما اصدر الطماطم زي ما هي هصدرها بيوريه او اصدرها مصنعه. تمام. وهكذا. تمام. الحال بالنسبه للفراوله برضو، عصائر او يعني مصنعات تنفع العصير بالنسبه لهم وهكذا يعني. كلام مظبوط. مصانع الفروزن، مصانع حضرتك التعليب، مصانع التجفيف، حاجات من هذا القبيل. دي وبعدين بتعمل شيء كمان. اذا احنا بنصدر فراوله فريش حضرتك، بيفضل في الاخر المحصول بيبقى يكتر في الاخر وما عادش له تصدير، بتاخد فايض التصدير او فايض السوق المحلي يتصنع، يبقى ما فيش هالك في الفلاح، عند الفلاح اللي بيزرع. طيب طبعا يعني بعض الدول كانت بتشكو انه في متبقيات مبيدات في الصادرات المصريه وغيره، وزير الزراعه مهتم شخصيا بالموضوع ده. واعتقد انه بيتم الان القضاء على الحكايه دي، انه يعني بنستخدم اساليب جديده في الزراعه بحيث نستطيع ان احنا نفتح اسواق لينا في كل انحاء العالم بشكل افضل لما يكون انتاجيتنا مطابقه للمواصفات العالميه. متهيألي تم يعني عمل بعض الانجازات في الجزئيه دي. انت ما شاء الله يعني درس الموضوع زراعة. كويس. لا درس الموضوع شوي. كويس خالص. هو حضرتك فعلا السنه دي بالذات تمت فيها اجراءات كبيره جدا، يعني اتكودت المزارع اللي هي هيتصدر منها، قالوا اللي مش مكود مش هيصدر. التكويد في حد ذاته يبقى في جهات بتشرف عليه، انت رشيت ايه عملت ايه. على فكره هو انا عشان اطلع البضاعه فري بيست سايد، مش ان انا ما برشش، لا زي ما الناس فاهم هو مش حيوي، ولكن تحت المستوى المسموح به، بمعنى ان انا برش كل شيء بس ما عدا بعض المبيدات اللي هي ما بتتكسرش، زي مثلا الديمسويت، زي التيمك، في بعض انواع ده لو قعد 5 أشهر مش هتكسر. الحاجات التانية اللي احنا بنرشها مثلا في مبيد ليه يوم، مبيد ليه 3 أيام، 7 أيام، 14، 21 يوم. القصة بسيطة جدا، ان انا لما برش ابو 7 أيام ما بيجمعش الا بعد 8 أيام، وباخد عينة احللها الاول قبل الجمع. ونتمنى مش للتصدير بس، نتمنى دي تكون ثقافة عامة عند مصر كلها، ويعني الاعلام له دور كبير فيها، ان مش احنا بنصدر بس وعيالنا ياكلوا اللي مش كويس. صحيح. نتمنى ان نتبنى دي حضرتك اللي كفكر جوه زي عام بالظبط. نتمنى ان يبقى فيه حضرتك رؤيه عامه ان يبقى كل المنتجات اللي في مصر فري بيستسايد، مش اورجانيك. طبعا الاورجانيك ده قصه مختلفه، العالم كله ما بيستهلكش اورجانيك 1% ولا 0.25%. صحيح. لكن بياكل بنسبه كبيره جدا، البضاعه بتبقى بيستسايد بتاعها مظبوط. باشمهندس عز، يعني في ناس كثيره جدا بيتم من خلالها التعدي على الارض الزراعيه، بنتكلم عن استصلاح اراضي، لكن الفدان اللي بيبوظ مننا في الوادي والدلتا اللي كون عبر الاف السنين بطمي النيل، لا يمكن يكون جودته زي جوده الفدان اللي في الصحراء المصريه اللي لسه هنستصلحه. دي حقيقة. راي حضرتك في الاجراءات المتخذه حيال المتعدين على الاراضي الزراعيه، وبرده المهندس محلب كان متبني فكره استرداد اراضي الدوله، فهل ده برده له علاقه بده؟ لان في ناس كثيره كانت واخده اراضي على سبيل انها تستثمرها زراعيا، عملت منتجعات وعملت يعني حاجات ثانيه خالص. والله هو في حاجة، هو الكلام عن المباني الأول في الأرض الزراعية، الفلاح اللي بيبني في أرضه وكلام زي كده، ده ميراث صعب وتراكمات سنين. صحيح. يعني التعامل معها دلوقتي صعب، لأن هو كانت المفروض من زمان عملوا كاردونات للبلاد، الدنيا بتوسع والعدد بيزيد، كان حط لكل عزبة لكل بلد كاردون من زمان، من 20 من 30 من 40 سنة، عشان العشوائيات تمنع. العزبة دي طلع لها كم فدان، أو البلد دي طلع لها كم فدان، وكل مدى تزيد، بدل ما بقت حضرتك منتشرة بشكل مش مظبوط. ولكن هي قصة صعبة جدا جدا، وتراكمات زي ما قلنا اللي بيهد في 20 30 40 سنة ما تعرفش نبنيه في سنة. هما هيطلعوا قانون وهيتعاملوا معاها، بس أنا شايف إنه الوضع فعلا صعب. لكن اللي حل المشكلة اللي أنت قلتيه في الأول حضرتك،
ان احنا لما توسع الصحراء، لما تتبني طرق جديده في الصحراء، جم الناس تنزع بطريقتها تروح في الاماكن الجديده اللي فيها اكل عيش اكتر او اللي فيها شغل احسن من الدلتا. لكن هي التعامل طبعا انا معاها صعب. السرداد اراضي الدوله حضرتك، هم بيقطعوا فيه شوط، لكن كل واحد خد ارض غلط من الدوله يرجعها، ما فيش مشكله. ايه المانع؟ انت خدت ارض على خطا ترجع. طب خدت وبنيت مباني، يا تقنن بسعر المباني ان المتر هيتقنن لك بكذا او الفدان، بدل ما انت كنت واخده ارض زراعيه رخيص السعر بقى ارض مباني وانت حولته مباني بيدفع ثمن. طبعا الزراعه مش مجرد استصلاح الارض، لكن مرتبط بها العديد من الانشطه زي الثروه الحيوانيه والثروه السمكيه. لو اتكلمنا عن المشروعات اللي موجوده في مجال الثروه الحيوانيه، وهي مشروعات يعني جميله جدا، لانه بيتم دلوقتي الترويج لاعاده مشروع البتلو، وان الناس يكون عندها رؤوس ماشيه مقابل قروض بفايده ضئيله جدا من بنوك الزراعيه. راي حضرتك في هذا المشروع ومدى قدرته على حل جزء ولو بسيط من غلاء الاسعار في اللحوم والبروتين الحيواني للانسان؟ انت حضرتك قلت الاول السمك، يعني بركه غليون اللي بتنعمل في كفر الشيخ دي حضرتك، دي بتسد جزء من فجوه كبيره. طيب، واتبنت في ظروف صعبه، وفي البلد الظروف المحيطه بينا من كل مكان صعبه. تخيل حضرتك لو اتعملت من 20 30 سنه كنا بدانا في مشاريع زي دي على البحر الاحمر والبحر المتوسط، كان بقى عندنا كم مشروع الناحيه دي وكم مشروع الناحيه دي، كان زمان عندنا اكتفاء. بدل ما احنا بنستورد سمك واحنا عندنا 2000 كيلو سواحل، كان حضرتك اصبح عندنا الناحيه دي والناحيه دي بنكفي نفسنا سمك، وسمك مش غالي وسمك بحر، وفي نفس الوقت بنصدر. المشروع الحيواني، مشروع البتلو، مشروع طبعا هايل، لانه بدل ما بيذبح عجل حضرتك وزنه 30 40 كيلو بيكبره لغايه 300 كيلو 200 كيلو 250 كيلو، يبقى اذا استفاد من الراس الواحده بانه 10 رؤوس. فهو مشروع كويس بتاع البتلو. ولكن الثروه الحيوانيه برضو في مصر هي المشكله في العلف، ان احنا العلف كله مستورد. عشان كده لازم نحاول نعمل البدائل بقى، او ممكن يعني زراعه بعض الاصناف من الذرة او غيره حتى في الاراضي المستصلحه حديثا، او اللي احنا ناويين نستصلحها، بحيث يعني نقدر نسد جزء من العلف. هو جزء سمع حضرتك قلتي، لكن الاكتفاء الذاتي زي ما قلنا من الجمح ومن الذرة صعب، لانه احنا ما لناش ميزه نسبيه كبيره عشان الميه في الجمح وفي الذرة للاسف الشديد. ولكن جزء لان التوسع الافقي في الحاجات دي لازم حبه بمحاذير عشان ما يجورش على السياسه الزراعيه لباقي الانواع. انا بشكر وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا مهندس عز الدين جودة، عضو المجلس الاعلى لتصدير الحاصلات الزراعيه والحقليه، نورتنا يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك. لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، وكما هي العادة في آخر حلقة يوم الأحد بيكون عندنا فقرة أبيض وأسود، واللي من خلالها بنستعرض حياة بعض الفنانين اللي رحلوا عن عالمنا لكن لسه أعمالهم موجودة في الذاكرة وعلى شاشة السينما. بعد الفاصل لقائنا مع الأستاذة مايا علوان ابنة الفنان متولي علوان، فابقوا معنا.